حاجات كتير ماشيه مع بعض. في جايين يعني يقول لك برولونج سان اكسبوجر مع كومان كولد وفيفر الاثنين سخونيه. برولونج سان بتسخن الدنيا والفيفر بتسخن الدنيا. سايكل ستريس ومنستريشن والاثنين سايكل ستريس. المنستريشن سايكل ستريس ستيرويد سيستميك او توبيكال. والكورتيزون سواء سيستميك او توبيكال بيعمل ايه في الاميونيتي؟ بيقلل. البتاع دي جاب كيس السنه اللي فاتت في كيس كتير في الامتحان النظري زي ما في شورت نوتس واسئله قصيره وزي ما في اسئله طويله ديسكاس في كيس بروبلم سولفنج في يوم الامتحان النظري. فمن ضمن الحاجات الشهيره جدا واللي بتتكرر كتير في الكيسز حكايه الانفلونزا دي. حكايه الانفلونزا دي من اكتر حاجات شهره ان العيان ده قبل ما يجي له الدريتك السر بيكون عنده اتاك اوف كومن كولد او اتاك اوف انفلونزا. فحط على خط بين الحاجات المشهوره تمام. يعني ده اشهر حاجه بتساعد على الريكفري. اشهر حاجه بتساعد على عندي مشكله مثلا انا قلت كده ما عنديش اي الكتاب كاتب عباره كده بس عشان اللي بيذاكر من الكتاب الكتاب كاتب عباره بس عشان اللي بيذاكر من الكتاب ما يلاقيش وما لقيش دعوه بيها انا هقولها وما لقيش دعوه بيها الراجل بيذاكر المذكره. كتاب كاتب عباره كده مش عارف وبيقول لك وقد تم حديثا اكتشاف ان كل هذه البيز بوزيتيف فاكتور خاطئه وان الحقيقي والواضح ان العيانين شايف ان هذه البريز بوزنج فاكتور خاطئ وان الايدز هو الايه البريز بوزنج فاكتور الاساسي. لما انت هتقرا الجمله ديت هتفتكر غلط ان اي حد يجي له دندريتك ارثر عنده الايدز. ثق في كلامي. الكلام ده غلط يا عم احمد. مش حقيقي. مش لو لقيت عندك دندريتك ارثر سيبك واطلع اجري ان انت عندك الايدز دي مش حقيقي. هو الايدز بيقلل مناعه فاكيد اكيد عينين الايدز ممكن يجي لهم دندريتك ارثر. يعني اوعى لما تقرا الجمله تفتكر خطا الكلام ده. ماشي. انما احنا على مستوانا كطلبه سيبك بقى من كلمه شايف انها خاطئه. ايه هي البريز بوزنج فاكتور؟ ما تقولوش ده خاطئه. فيفر وبرونج صان وسيستميك استرويد وتوبيكال استرويد وسايك ستريس وامل استرويشن. مفيش حاجه اسمها خاطئه. خاطئه ايه يعني؟ ماشي يا ستي. انا بس عايز اقول شويه حاجات كده عشان خاطر الناس اللي لسه جايه بالراحه. انا بتكلم عن قرحه هي اللي هقضي فيها الحصه كلها يا احمد يا ناصر. قرحه اسمها دندريتك ألسر بسبب فيروس اسمه هيربس سيمبلكس فايروس. هذا الفيروس موجود جوه الابيثيليا. هذا الفيروس موجود جوه الابيثيليا. هذا الفيروس موجود جوه الابيثيليا. معنى ان هو الفيروس ساكن الابيثيليا من الالسر يوم ما تتمعظم هتبقى سوبرفيشال ولا ديب؟ عمرها هتبقى ديب ولا على طول سوبرفيشال؟ على طول سوبرفيشال. الفيروس اول مره يجي الكلام ده خدته في المايكرو اول مره يجي في الاطفال في التشيلدرن بعدين يتنقل الترايجينال جانجلون يبقى دورمنت او كامل او ساكن. بعدين لما تكبر حضرتك يحصل ديكريس في الاميونيتي فيحصل ري اكتيفيشن وريكرنس للانفكشن. اقول تاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كلينيكال برزنتيشن هتتقسم الكلينيكال برزنتيشن الى محطات. هتتقسم الكلينيكال برزنتيشن الى محطات.
المحطة الأولانية هي محطة البرايمر انفكشن. برايمر انفكشن بيحصل في الكبار ولا في الصغار يا أحمد؟ في الصغار للتشيلدرن، صح ولا بيتهيألي؟ وغالبا بتعدي سيلف ليميتد بدون مشاكل. طب ايه اللي بيحصل في الصغيرين؟ بيتكون لهم فيزيكلز وحويصلات على جفنهم. يا اما تقولي ليه فيزيكلز، يا اما تسميها الاسم البايخ. الاسم البايخ درماتوبليفرايتس. درماتوبليفرايتس درماتو يعني الجلد، بليفرايتس يعني الجفن، يعني التهاب في جلد الجفن. هتفهم حاجه؟ حويصلات ليه فيزيكلز، ادي واحد. بيحصل له كونجنكتيفايتس خفيفه جدا وبتعمل فوليك. مش انت عارف يا دكتور ايه ان في حاجه اسمها فايرال كونجكتيفايتس؟ من ضمن الكاركترز المهمه جدا للفايرال كونجكتيفايتس هي تكوين فوليكل. فاهمين انا بقول ايه ولا بتكلم في حاجه ثانيه خالص؟ طيب فبيحصل كونجكتيفايتس مع تكوين فوليكل، حاجه اسمها فوليكولار كونجكتيفايتس. وبيحصل شانكيوراتايتس، التهاب في الكورنيا خفاف. مش احنا قلنا الاطفال يا خالد بتبقى حالتهم حاله ومشكله كبيره جدا ولا الحاله سيلف ليميتد؟ الحاله سيلف ليميتد يعني بتعدي بدون ايه؟ بدون مشاكل. يبقى انت ممكن ما تعالجوش خالص، من حبيت تعالجيه ممكن تديله اورال اسايكلوفير. عارفين الاسايكلوفير؟ طب تمام، انا مش هرجع تاني اقول البرايمري دي خالص، مش هشرحها تاني. البرايمري دي حاجه بسيطه خالص ومش مستاهله اصلا نقف قصادها. ايه البرايمري دي؟ البرايمري دي الولد بيجي عنده حويصلات للفيزيكلز، هنتفرج عليها على البروجيكتور في اخر الحصه ان شاء الله. ليد فيزيكلز بيجي عنده شويه كونجكتيفايتس خفاف وكيراتايتس خفاف. يا ترى الحكايه دي خطيره ولها مشاكلها اللي نقدر نناقشها ولا اي كلام؟ اي كلام بتعدي بدون مشاكل خالص يا دكتوره رانيا ومفيش اي مشكله. تمام؟ تمام. المشكله الكبيره هي حدوث الريكارنس. حدوث الريكارنس. السن اللي بيحصل فيه الريكارنت انفكشن صغيرين ولا كبار وشحطه كده؟ كبار وشحطه. بيحصل ليه ريكارنس؟ ها؟ ليه بيحصل ريكارنس؟ عشان الاميونيتي قلت. ازاي قلت؟ ممكن تكون كومن كولد، ممكن تكون برولونجد سان اكسبوجر، سيستميك ستيرويد، توبيكال ستيرويد، سايكيك ستريس، منستريشن اللي هي بريسبوزنج. طيب لما يجي لك الراجل في الحاله الريكارنت دي هتلاقي عنده ايه؟ هتلاقي عنده اربع حاجات. حاجه شبه البرايمري اللي هي بليفارو كونجكتيفايتس. يعني ايه بليفارو كونجكتيفايتس؟ يعني بيجي له كونجكتيفايتس توصف انها فوليكولار. طب امال ايه بليفارو دي يا احمد؟ ما دي جارنا. بليفارو دي اللي هي جارده ولا جراره ولا ايه؟ لا انت كده ازاي يا النبي؟ كده؟ كده؟ جردة؟ جردة؟ ده مختصر يعني دي. طب خلاص دي رمز صيني قديم ده ولا ايه؟ طيب تمام. ده جاي ثانية يا عم الحاج. انت وصاحبه بتاعك. طيب تمام. اوكي. طيب اقفل يا عم الباب يا عم احمد يلا. اللي حاج الباب. يعني اعمل ايه؟ اعمل زي ما الراجل الغلبان اللي كان بيقول اسمه حمدي معمل اخد الموبايل ارزعه في البتاع ولا ايه؟ انتوا بتهزروا يا جماعه. الساعه 8 يا جماعه. الساعه 8 تحس ان الساعه 7 ونص وبتزعلوا وتقول لك انت عصبي. ماشي اقطع نفسي. طيب تمام. بنتكلم عن قرحه اسمها دندريتك السر. العيان اللي يجي له دندريتك السر في المرحله بتاعه الريكرنس دي هيشتكي من بليفارو كونجكتيفايتس. بليفارو جفن عليه فيزيكال عادي زي البرايمر يعني، وكونجكتيفايتس مع تكوين فوليكل عادي برضه زي الطفل الصغير. عشان كده هو كاتب في البليفارو كونجكتيفايتس از برايمر. مش هنرجع لها، مش هنرجع لها. هيتبقى لي ثلاث حاجات هنتلخبط فيهم دلوقتي. اول حاجه بيحصل حاجه اسمها ايبيثيليال كيراتايتس. تاني حاجة بتحصل حاجة اسمها سترومال كيراتايتس. تالت حاجة بتحصل حاجة اسمها ايريدوسايكلايتس. أنا عايزكم تعيدوا وتزيدوا معايا عشان الكلام هيلخبطكم دلوقتي حالا، لأن كل حاجة من التلاتة دول لها تلاتة تانيين. كل حاجة من التلاتة دول هيبقى لها تلاتة تانيين. فالله يخليكي خليكي معايا. بيقول لك إنه لما يحصل هيربيتك انفكشن بيحصل تلات مستويات من الأفكشن للكرة. المستوى الاول ايبيثيليال، المستوى الثاني سترومال او انترستيشيال، وبعدين بعد كده
ممكن الانفكشن كمان ياثر على الايريس والسيليري بودي. يبقى انا عندي ثلاث عناوين كبار عشان بس ما تخبطيش. العنوان الاولاني ابيسيليال كيراتايتس. هي ابيسيليال كيراتايتس دي معناها ان الابيسيليوم لما يقع هيكون ايه يعني؟ خدوا ودوا معايا بقى الله يخليكوا. هيكون ايه بقى يعني؟ هيكون ايه؟ هيكون نقص صح؟ هيكون قرح. يبقى ده حاجه. تاني حاجه انترستيشن او استرومال كيراتايتس. طب الانترستيشن او استرومال دي تعمل ألسر ولا دي في نص الكورنيا ما تعملش ألسر؟ في نص الكورنيا ملهاش دعوه بالألسر. في مشكله في اللي انا قلته؟ مفيش. تالت حاجه واخر حاجه انه ممكن يحصل ايريدو ايه؟ ايريدو سايكلايتس. نبدا نتكلم بقى. بقى انا عايز اتكلم عن مين عشان ما نتوهش بس. انا عايز اتكلم يا احمد عن الابيسيليال كيراتايتس اللي هي الألسر المتكونه في حالات الهيربس سيمبلكس انفكشن. هتتكون ألسر في حالات الهربس سيمبلكس انفكشن. يا ترى لما تتكون ألسر يا دكتورة وفاء العين يشتكي من ايه؟ سيمبتومز. يعني ايه السيمبتومز في حالة الابيسيليال كيراتايتس؟ طب ما الابيسيليال كيراتايتس يعني ألسر. يبقى السيمبتومز هي ايه؟ بين لاكريميشن فوتوفوبيا بليفر سبازم ديمينيوشن اوف فيشن. عشان كده انا كاتب كما سبق. كاتب هنا في المذكرة كما سبق مع ملاحظة. اكتبي ان البين نوت سيفير. بليز اكتبي ان البين نوت سيفير. السيمبتومز اكتبي البين نوت سيفير. البين نوت سيفير. وانا هشرح كمان شويه كده ولو وصلت لتفسير ليه البين نوت سيفير قولي لي كمان شويه كده. في مشكله في اللي انا قلته؟ طيب لما نيجي نشرح دلوقتي او لما نيجي نشوف دلوقتي العيان اللي عنده ألسر ده. العيان اللي عنده ألسر ده لما نيجي نشوفه دلوقتي تاخد الألسر كام شكل؟ تاخد شكل من ثلاثة. يا إما الألسر تاخد شكل نقط يعني التقرحات والإبسيليوم اللي هيقع يبقى منقط كده يسموه بانك تيت. بانك تيت يعني إيه؟ بانك يعني إيه؟ نقطة. يا إما تاخد شكل شجرة يسموها إيه اللي تاخد شكل شجرة دي؟ دندريتك. يا إما تاخد الشكل ده كده بيقولوا عليها أميبويد شبه حيوان الأميب. يبقى يلا تاني نعدل. الابيسيليال كيراتايتس اللي هي اول حاجه من المانيفستيشن بتاعت الريكرنت هيربس سيمبلكس تاخد شكل من ثلاثه. يا بانك تيت منقطه، يا دندريتك زي الشجره، يا اميبويد مفرشحه ومفلطحه. ما عنديش اي مشكله في اللي انا قلته خالص اهو. طيب بانك تيت مش عليها كلام. بانك تيت ده عباره عن دوت لايك. دوت لايك نقط وخلاص. ثم دندريتك. هو احنا اصلا النهارده جايين نتكلم عن موضوع عنوانه اسمه ايه يا جماعه؟ دندريتك ألسر. هاخد بالك بقى اشهر شكل. اشهر شكل تاخده القرحه شكل دندريتك. اشهر شكل تاخده شكل دندريتك. عشان كده ايه هي الكاركترز اوف دندريتك ألسر؟ سؤال شفوي حياه او موت تسقط لو ما جاوبتوش. وفي نفس الوقت كل مواصفه من المواصفات ممكن تنفع جمله ام سي كيو في الامتحان. هما سته كاركترز للدندريتك ألسر. اولا انها شجره مش محتاجه ذكاء بطه دي انها واخده تري لايك. صفه الشجره ايه؟ شكل الشجره نوصف الشجره ازاي؟ يبقى هي لينير يعني خط ولها سايد ايه؟ سايد برانشز. ده شكل الشجره. بس هي بتتميز بميزه لذيذه كده ان في الاخر في تيرمينال لوبس كالنوبس الكيس ايلاند. تيرمينال لوبس عقد في الاخر. بيقولوا ان النوبس دي العقد او الكلاكيع دي مكان متجمع فيه الفيروس. مكان متجمع فيه الفيروس. طيب يبقى هي اول صفه شكلها. شكلها شجره. صفه الشجره لينير وذ مالتيبل سايد برانشز اند تيرمينال لوبس. ثانيا لها لونج كورس مع تندنسي للريكرنس. ثواني بقى. ثواني اللي ما حضرش الحصه في الاول. احنا كنا بنقول الهربس سيمبلكس فيروس اول ما بيجي بيعمل برايمري انفكشن في الاطفال ويعدي. بعدين ينام في الترايجيمنال جانجليون يا دكتوره بسمه ويبقى دورمان. بعدين لما المناعه تقل يحصل له ريكرنس. طيب انا دلوقتي جالي وانا طفل الهربس سيمبلكس عدى بدون مشاكل، نام نام الاورجانيزم في الترايجيمنال جانجليون، حصل لي وانا كبير دلوقتي ريكرنت انفكشن خلاص وبدا يحصل لي انفكشن. لما خف الفيروس هيرجع يروح فين تاني؟ الترايجيمنال جانجليون تاني. طب ما في فرصه بعد كده ان مع نقص المناعه يحصل لي ايه؟ يحصل لي ريكرنس. عشان كده الحاله ريكرنت. عشان كده الحالة بتتكرر. وكلمة لونج كورس دي الطلبة تقراها وتفهمها غلط. تفهمها ازاي ان هو ما يخفش بسرعة. سميها كده.
مودي. قلت لها السلام. دور الشبوره ايه؟ الله قطع طريقكم. طب الحمد لله كويس ان انت جاي. افتح الشباك ده عشان ان شاء الله كلنا هيجيلنا بلد دلوقتي. افتح بس لو الكرسي دي يا عمر مش معناها خالص كده، مش معناها خالص كده خالص خالص خالص، مش معناها ان انا اجيلك فانت تديني علاج فانا ما اخفش غير بعد اسبوعين ثلاثه، لا لا لا، معناها انا هخف وبعد شويه يحصل لي كرنس. فما اسالك اخر مره كنت كويس امتى؟ تقول لي من 7 سنين. وخلال السبع سنين دي يا بيه عمال القرحه دي تيجي وتروح تيجي وتروح، كل 4 5 6 شهور ترجع نفس المشاكل ونفس الايه المشكله تحصل لي تاني. ده معنى كلمه لونج كورس، فاهمينها ولا متخبطين فيها؟ ادي تاني صفه. تالت صفه هو الفيروس يا عبودي. الفيروس بيحب يعيش فين؟ في الابيثيليوم. طالما الفيروس ابيثيليوتروبيك، طالما الفيروس ابيثيليوتروبيك يبقى الالسر متوقع انها تبقى سوبرفيشال ولا ديب؟ سوبرفيشال. يبقى هتبرفوريت ولا لا؟ لا، نيفر برفوريت. سؤال الشفوي على طول، ليه يا بنتي نيفر برفوريت؟ لانها سوبرفيشال. ليه يا بنتي سوبرفيشال؟ اصل الفيروس ابيثيليو ايه؟ تروبيك. السؤال اللي بعمله، امتى تبرفوريت؟ اعمل حاجه فيا هي نيفر برفوريت. القاعده كده. امتى تشد عن القاعده والبرفوريت؟ لو انت خطا كدكتوره دكتوره عبيطه يعني اديتيله كورتيزون اطرب. في دكاتره رمض عندها اي حد عينه محمره بتديله قطره الكورتيزون. الصراحه ان قطره الكورتيزون مهمه جدا وحلوه جدا وبتعالج امراض كتيره جدا. بس لو استعملت في غير مكانها هنا هتعمل ايه؟ الكورتيزون بيعمل ايه في الانفكشن؟ بيزوده. بيعمل ايه في الهيلينج؟ بيقلله. فالاورجانيزم اللي كان مكتفي بالابيثيليوم هيتجنن وممكن يخترق الكورنيا ديبلي ويعمل برفوريشن. يبقى لو خد العيان خطا كورتيزون او لو اتحصل سكندري بكتيريا انفكشن، ثواني بقى كده، ولو حصل سكندري بكتيريا انفكشن انا لسه بتكلم عن فيرال ألسر ولا بقيت بتكلم عن هايبوبيون؟ مش الهايبوبيون دي اللي بسبب البكتيريا؟ صح؟ لو حصل سكندري بكتيريا انفكشن تحولنا الى هايبوبيون، والهايبوبيون البرفوريشن كومن ولا رير؟ احمد رجب برفوريشن كومن، صح؟ لو هي تيبيكال هايبوبيون البرفوريشن كومن. يبقى نقول تاني نيفر بيرفوريت لانها سوبرفيشال، لان الاورجانيزم ابيثيليوتروبيك. امتى تبرفوريت؟ تبرفوريت لو في كورتيزون او لو في سكندري بكتيريال انفكشن. نيفر بيرفوريت نيفر فاسكولارايز، نيفر بيرفوريت نيفر فاسكولارايز. الله، عملنا زي الصحه العامه اهو، كلام على نفس الوزن وماشي جميل اهو. نيفر بيرفوريت نيفر فاسكولارايز. بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم، لو الابيثيليوم بس هو اللي وقع انا محتاج وانا بعمل هيلينج الى فاسكولاريزيشن، الاجابه تاني. والابيثيليوم لو وقع بيحصل له هيلينج ازاي؟ ابيثيليوم ميتوزس وريجنريشن، محتاج اوعيه دمويه تيجي، محتاج اوعيه دمويه في حاله واحده بس. لو مين اللي تاكل؟ الاستروما. عشان الاستروما بيحصل لها هيلينج ماي فايبروزس، والفايبروزس ده بيطلع من بلاد فيزلز، فلازم تيجي بلاد فيزلز وتحط فايبروبلاست عشان تعمل هيلينج باي فايبروزس، صح الكلام ده؟ طب هي القرحه دي يا عم الحاج وتوصل انها تاكل استروما؟ الاجابه لا. فاهمين حاجه؟ بما انها سوبرفيشال يبقى الاستروما مش متاكله، يبقى مفيش فاسكولاريزيشن. نيفر فاسكولارايز. ليه نيفر فاسكولارايز؟ لانها سوبرفيشال، ما اكلتش الاستروما، ما اكلتش الاستروما دي وسوبرفيشال، اصل الاورجانيزم ابيثيليو ايه؟ تروبك. طب امتى تبقى فاسكولارايز؟ ها؟ لو الاستروما اتاكلت، لو حصل سكندري بكتيريال انفكشن. اوعي تقولي ولو خد كورتيزون. طلبه طيبه يقول لك ايه؟ نيفر ونيفر. نيفر برفوريتد اكسبت اف كورتيزون او سكندري انفكشن. نيفر فاسكولارايز اكسبت اف بالمره بقى كورتيزون او سكندري انفكشن. دكتوره ايه هو كورتيزون بيعمل ايه في الهيلينج؟ بيقللوا. يبقى يحصل الفاسكولاريزيشن او اي اتمت للهيلينج؟ لا. فاهمين انا بقول ايه؟ اوعى تقول كورتيزون اصل دي بهبله. يبقى نيفر فاسكولارايز اكسبت اف حاجه واحده بس، اكسبت اف سكندري بكتيريال انفكشن. يبقى هم 6 صفات للدندريتك السر. نقول تاني، اولا لينير ويز مالتيبل سايد برانشز اند تيرنال نوبس تيكينج ذا شيب اوف تري لونج كورس مع تندنسي لل ريكارنس. نيفر ونيفر، نيفر بريفوريتد ونيفر فاسكو. وبعدين اخر حاجتين، حاجه بتقل وحاجه بتزيد، حبه فوق وحبه تحت،
حاجه بتقل الاحساس بتاع الكورنيا بيقل هايبوسيزيا. حد عارف فقدان الاحساس اسمه ايه؟ تخدير. اسمه ايه؟ تخدير. اناسيزيا نقص الاحساس اسمه ايه؟ هايبو. هايبوسيزيا. طب ليه هايبوسيزيا؟ هو النيرف طول ما هو ماشي كده مش رايح جاي مع الاعصاب بتاعه الاحساس، يقلل النيرف كوندكشن فيه، يقلل الامبلس كوندكشن فيه، فقلل الاحساس شويه. يا حسام الهايبوسيزيا دي تفسر ايه؟ ان البين نوت سفير. الهايبوسيزيا دي تفسر ان البين نوت سفير عشان خاطر الفيروس رايح جاي مع الاعصاب في سكته. مش هو لما هو طفل جاله الانفكشن واتنقل مع الاعصاب وتراي جنرال جانجلي ودلوقتي راجع مع الاعصاب، هياثر على النيرف كوندكشن وهو رايح وهو جاي. طيب يا عبد الله، اخبار الشبوره اليوم انت جاي كده من عندنا ما شاء الله؟ لا حلو يعني. طيب تمام الحمد لله. طيب اخر حاجه، كل القرح بتاخد كام صبغه؟ كل القرح بتاخد كام ستين؟ ستين واحده بس اسمها ايه؟ فلوريسين ستين. دي بتاخد صبغتين. الساعة 8 ونص هتيجي الطلبة تقول لك ايه؟ عندها راوند. نخلص بس صح؟ بيقفلوا الباب يا بيه. ايه ده ايه؟ يلا 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 بسم الله الرحمن الرحيم يلا. دلوقتي كل القرح بتاخد صبغتين فلوريسين، القرحة دي بتاخد صبغتين فلوريسين وحاجة كمان. طب الفلوريسين هيصبغ ايه؟ هيصبغ المكان اللي فيه قرحة اهو. يقول لك ان الفلوريسين ستين الدينودد اريا، ستين الدينودد اريا جرين. دينودد دي اللي هي نكروز المتأكلة. هل دي معلومة جديدة ولا ده العادي؟ جديد ده العادي. طب تمام، ايه الجديد؟ الجديد ان فيه صبغة تانية اسمها روز بنجال. روز بنجال، ركز بقى، على حافة القرحة في خلايا إبسيليا موجودة لسه موعدش، بس الخلايا دي جوه منها الفيروس. الخلايا اللي جوه منها الفيروس دي خلايا صحتها حلوة ولا نص نص؟ نص نص. الروز بنجال لو أنا حطيته الخلية السليمة ترفضه ما تدخلوش، الخلية الانفكتد اللي فيها الفيروس تعبانة يقدر الروز بنجال يخش جواه. حد فاهم أنا بقول إيه؟ يبقى عشان كده الروز بنجال بيستين السيتوباسيك إبسيليال سيلز أت ذا مارجن. السيتوباسيك يعني المعتله، كاتب انا بين قوسين في المذكره انفكتد. الروز بنجال بيستين المارجن. استنى يا احمد، هو المارجن دي فيها ألسر؟ لا، فيها ابيثيليا، بس جوه الابيثيليا في ايه؟ في فيروسات. فيبدا الروز بنجال استين السيتوباسيك او الانفكتد ابيثيليال سيلز ات ذا مارجن اوف ذا ألسر، ويديها اللون الاحمر لان اسمه روز، روز بنجال. يبقى انا عندي كده كام ستين؟ اثنين، دبل ستين. دبل ستين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اول مره بالراحه خالص، اول مره يجي الانفكشن اسمه برايمري يعدي بدون مشاكل. بعد كده يحصل ريكرنس. الريكرنس هي اربع حاجات، حاجه اسمها بليفارو كونجكتيفايتس مفيش فيها تفاصيل زي البرايمري. بعدين يعمل ثلاث حاجات فيهم تفاصيل، ابيثيليال كيراتايتس، سترومال كيراتايتس، ايريدوسايتايتس. الابيثيليال كيراتايتس تاخد كام شكل؟ يلا يا بامب فيك يا دندريتك يا اميبويد. الدندريتك لها كم صفه؟ صفر، واحد شكلها انها تري لايك، اثنين ريكارنس، ثلاثه نيفر برفوريتد نيفر اسكولارايز، اربعه اي بي ال الاحساس هايبوسيزي، او خمسه اي بي ال هايبوسيزي، سته اي بي زيد الصبغه، بدل ما هي صبغه واحده بيبقوا كام صبغه؟ صبغتين. فلوريسين عشان القرحه نفسها، وروز بنجال علشان المارجن. طب امال ايه الاميبويد دي؟ بتيجي كتير جدا في الام اس كيو. في صور عندي في الامتحان بتاع الام اس كيو، صور في الراوند في اخر السنه، يجيب لك صورتين، صوره يا عم احمد للدندريتك وصوره الاميبويد، يقول لك ايه اللي حول الاولانيه للثانيه؟ هي يقول لك ان الدندريتك دي رشيقه، يعني قوامها رشيق، مش مفرشحه، مش فاتحه، يعني مش واخده مساحه كبيره. مره واحده وفي وقت من الاوقات فتحت كده وبقت مبرشحه. يسموها اميبويد او يسموها جيوغرافيكال، جيوغرافيكال جغرافيه،
احتل رقعه من الايه من اليابس. مش بيقول لك الواد ده بيحتل حيز من الفراغ؟ واخد بالك ازاي؟ اه مخلص تمام. الحقيقه ان عشان يحصل كده حاجه من اتنين، يا اما الاميونيتي قلت جدا، يا اما انت بطريقه خطا اديتيها كورتيزون. هي نفس الحكايه برضه، ما انت بتديها كورتيزون الاميونيتي هيجرالها ايه؟ هتقل جدا، وبالتالي تبدا الالسر تاخد شكل الاميبا. عارفين حيوان الاميبا؟ حيوان الاميبا الاستوائي ده اهو اللي عامل كده ده، اهو اللي عامل كده ده، مش كان بيبقى له سودوبوديا والحاجات دي؟ طب تمام، فتطلع شكلها اميبويد او جيوغرافيك. اميبويد او جيوغرافيك توصف بانها الالسر تيكينج موست اوف كورنيا الابيثيليوم، يعني الالسر تاخد اغلب الكورنيا الايه؟ اغلب الكورنيا الابيثيليوم. تمام، يبقى ليه حصل تحول من الدندريتك الى الاميبويد؟ يا اما تديها كورتيزون يا اما الاميونيتي قلت. سؤال، اذا الكورتيزون ابن التيت ده لو اديناه بطريقه خطا هنا هيحصل حاجه من اثنين، تبرفوريت تتخرم او تتحول الى اميبويد. مشكله. طب ازاي نعالج الابيثيليال كيراتايتس، يعني التقرح ده؟ هو كم نوع التقرح؟ عبودي صحصح كده ونعنش، كم نوع يا باشا؟ بونكيديت ودندريتك واميبويد. نعالجه ازاي سواء كان هذا او ذاك؟ اول حاجه هنعمل زي المعتاد. هو ايه المعتاد؟ هو ايه اليوجوال في العلاج بتاع الالسر؟ انتي بايوتيك. غلط طبعا، لان هنا السبب ايه يا دكتوره هدير؟ هدير ياسر، السبب هنا حضرتك فيروس، فالعلاج انتي فيروس. عشان كده انا هديله اتروبين وانتي فيرال. بليز اكتبي اتروبين، لو انت بتوع الكتاب او انت بتوع المذكره اكتبي اتروبين بين قوسين. اتروبين مهم جدا، الاتروبين هو ما كتبوش في العلاج، بس انت وانت بتكتبي في الامتحان بتكتبي اتروبين، نوهي كده. مش احنا قلنا ان في دواء مهم جدا في جميع انواع القرح بغض النظر عن سببها اسمه الاتروبين؟ طيب، وبعدين نديله انتي فايرال، وكمان نعمل له ديبرايدمنت. الديبرايدمنت هنا يعني ايه ديبرايدمنت؟ الديبرايدمنت هنا مهم جدا. كنا بنعمله ازاي امبارح ولا المره اللي فاتت؟ كنا بنجيب قطه ودان، اه والله، سترايل كوتون تبدا قبل كده، واقعد اعمل بيها ويبنج للفلور. هنا كمان يا احمد اعمل ويبنج للفلور وللمارجن، يعني هكحت الفلور والمارجن 100%. ومش المارجن فيه انفكتد سيلز؟ لما انا اشيل الانفكتد سيلز دي هعمل ايه في الهيلثي سيلز اللي جنبها؟ هحميها. خدت بالك؟ عشان كده الديبرايدمنت هنا بيست انديكيتد. الجمله دي انا فوتها الحصه اللي فاتت. الديبرايدمنت هنا بيست انديكيتد، لان دي القرحه الوحيده اللي الاورجانيزم نايم في المارجن، فانا بالديبرايدمنت بشيل كمان الفيروس من المارجن. 10 على 10 10 على 10 ديبرايدمنت يعني كحت، اقعد اكحتها وبعدين اديله بعد كده انتي فايرال. طيب بالنسبه للانتي فايرال، ركز خالص الله يخليك، بالنسبه للانتي فايرال تطور التطور التاريخي للانتي فايرال. ركز خالص، اول مره يحطوا او انتي فايرال او يستعملوه كان دواء اسمه ايودوكسو او ايودوكسي يوريدين، بعد كده جه دواء تاني اسمه فيدارابين، بعدين جه دواء ثالث بما انه ثالث اسمه تراي فلورو سايميدين، وجه الدواء اللي اسمه اي سايكلوفير. ده التطور التاريخي. بصي لو انت صحتك على قدها اعرفي الاسايكلوفير وخلاص، لو انت شاطره قوي يعني وكده اعرفي تطورهم ورتبيهم، لو انت بتوع الكتاب رتبيهم زي ما انا مرتبهم، هتلاقي في دواء مش موجود في الكتاب. ايدوكسي يوريدين مبسوطه قوي النهارده، دكتوره ايه بقى؟ ساره ايوه مبسوطه ساره. ايدوكسي يوريدين ربنا يسعدك يا رب. ايدوكسي يوريدين ايدوكسي يوريدين ادي واحد، فيدارابين ادي اثنين، تراي فلورو سايميدين ادي ثلاثه، ثم اسايكلوفير. احنا عايزين الاسايكلوفير ده بصراحه. الدواء الاولاني اطرب وابسوليت. ابسوليت يعني ايه؟ ما عادش بيستعمل. الثاني مرهم وابسوليت، ما عادش بيستعمل. الرابع اطرب، بيستعمل بس مش في مصر، مش موجود في مصر، موجود في دول اجنبيه مش في مصر. الاخير مرهم، وده الباشا، ده الباشا الكبير اللي هنتكلم عنه دلوقتي. ايه اللي حصل مع التاريخ يا دكتوره زينب؟ مع التاريخ الدواء الاحدث قلت التوكسيسيتي بتاعته، التسمم بتاعه، وزادت البوتنسي بتاعته. في مشكله في اللي انا اقوله؟ الغاز صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اسايكلوفير، اسايكلوفير اسمه الثاني زوفيراكس، مهم الاسمين، جرعته مهمه. انا عمري ما بقول على جرعات مهمه، لكن دي جرعته مهمه. 3%
مرهم 5 مرات يوميا يدخل المرهم في عينه يليط بيه عينه 5 مرات مشكلة. هنعمل له ايه؟ 10 ايام ملوش غير كده. الحقيقة الجرعة مهمة لان المرهم ده ناقص في السوق، فكتير جدا نكتبه ويروح العيان وياخد العلاج ويجي يسب ويلعن فيا وفي اللي جابوني. ليه؟ لان الدكتور الصيدلي او اللي قاعد في الصيدليه غالبا مش دكتور صيدلي يعني طلع له اسايكلوفير مرهم جلد اللي تركيزه عالي جدا. فانت لازم تكتبي التركيز، تكتبي كده اسايكلوفير اي اوينتمنت 3% مرهم عين بين قوسين يا حمار، واخد بالك؟ عشان الحمار اللي هو في صيدليه في الصيدليه مفيش. انا مريض عندها صيدليه جايب واحد دبلون الصبح وواحده دبلون بالليل واي كارثه هي اللي بتشد، واخد بالك ازاي؟ مفيش. ولو راجل فاتح الصيدليه وبيتاجر في اي حاجه ثانيه، واخد بالك ازاي؟ بيلقط رزق، معمل فراخ فاتحه، ارانب، اي حاجه من الحاجات دي. شغلانه جميله شغلانه الصيدله دي. طب تمام، شغلانه حلوه جدا. في دكتوره اسمها ترتين طب الموبايل بتاعك، واحده بس لقيت الموبايل بتاعها عايزه تديها لك بس. لازم تزلك يعني، اتعلم عليك حلاوه بقى، حضر الحلاوه 5 كيلو. والله ما اصل الحلاوه كده ايه؟ لازم عشان امانه. لا اكيد مش عشان امانه، حلاوه. الشعب المصري ده 100 100 والله. ان شاء الله نخلص السنه دي هنروح حمله هاجر عشان كده ايه؟ خلاص ناس تاني. حلاوه بقى دكتور تبتين، حلاوه حلاوه. 5 جنيه 10 جنيه كده. اكيد لقى الموبايل ماركته قديمه شويه فما طمعتش فيه. زي موبايل، هي زي موبايل، انا موبايل ايه؟ معقوله؟ طب ما تديهاش الحلاوه دي. يلا ان شاء الله نروح راوند ايه دي النهارده باذن الله، يتشطب علينا وانا ان شاء الله برضه اتشطب عليا. طب تمام. الجرعه مهمه جدا خالص، 3% عشان خاطر الحمار بتاع الصيدليه، 5 مرات يوميا 10 ايام. شوفي بقى الوهم، بقى الوهم الوهم ركز خالص. خليه سليمه وخليه تعبانه، انا الدواء. خليه سليمه ترفض استقبالي، نوت ابزورب باي نورمال، ابزورب باي انفكت. حلاوه الدواء بطبيعته ان اكتف، لما يخش الخليه الانفكتد الفيروس اللي هو جواها يطلع، هو الفيروس بيطلع منه لحاله انزيم، الانزيم يشغل الدواء، فالدواء يشتغل على الفيروس ويعمل له انهبيشن للدي ان ايه بوليميريز. رد الدواء الجميل بالاساءه. الفيروس عمل في الدواء جميل انه عمل له اكتيفيشن. الفيروس بيطلع انزيم اسمه سايميدين كاينيز، سايميدين كاينيز. هذا الانزيم بياكتيفيت الدراج. يقوم الدراج عمل جميل اهو الدواء، يقوم الدراج يرد الجميل يا احمد بايه؟ باساءه. يروح جاي الدواء عامل انهبيشن للدي ان ايه بوليميريز، يبقى الفيروس هيتكاثر. وانت كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيب. حد فاهم انا بقول ايه؟ يبقى كابوتنسي، اخباره ايه؟ كابوتنسي قوي جدا. طب كتوكسيسيتي قليل جدا، ده انا قلت ان الخلايا السليمه ايه؟ نوت ابزورب. طب هقول لك على حاجه، هابي جدلا هابي جدلا، اذ دخل الخليه السليمه هيشتغل؟ مش هيشتغل، لانه ما بيشتغلش غير لما الفيروس بيطلع له ايه؟ سايميدين كاين. فالدواء ده ممتاز كمان ان هو بيعمل بنتريشن للستروما، بيخترق الستروما بشكل جامد. في دواء احدث شويه من الاسايكلوفير، اعتقد ان انتم عارفينه، اسمه جان سايكلوفير. عارفينه؟ طب اكتبيه. دواء احدث من الاسايكلوفير، انتي فيروس احدث شويه، اسمه جان سايكلوفير يا دكتوره ساره. جان سايكلوفير. جان خدتوه كاين؟ كان ايه؟ جان؟ خلاص جان جان. هو مش جان خالص بس جان. جان مين اللي كان بيقول لك عليه جان؟ الفارما ده؟ بكري؟ يا منيك؟ لا بيض. السؤال الذي يطرح نفسه الآن على الساحة، ماذا عن الكورتيزون؟
مسموح بيه ولا كونتر انديكيتد؟ ممنوع 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 ممنوع. كورتيزون ممنوع، لو اديته له ممكن يتحول الى بيرفوريشن او يتحول من دندريتك الى ايه؟ الى اميبو. خلاص. طب والحاله مش راضيه تستجيب للعلاج ريزيستنت، لو هي ريزيستنت نعمل ايه؟ لو بتوع الكتاب هيلاقوا علاج ريزيستنت دي في اخر كلمه في الدرس في المذكره بتاعه قدامك. لو هي ريزيستنت اكحكها تاني لبرايت مان، ولو هي ريزيستنت اعمل لها كوتري. مين ذاكر الحصه اللي فاتت؟ ذاكرت الفرانيه الحصه اللي فاتت؟ الدندريتك ألسر كنا بنكويها الحصه اللي فاتت بطريقه كيميكال وطريقه فيزيكال. ازاي نكويها كيميكال؟ جدعه 7% ايودين ان الكحول وفيزيكال. برافو كرايو، 7% ايودين ان الكحول دي طريقه كيميكال وكرايو دي طريقه فيزيكال. عملناها المره اللي فاتت، دول طريقتين للكرايو. بتوع الكتاب مش هيلاقوها مكتوبه اصلا، بتوع الكتاب مش هيلاقوها مكتوبه اصلا، مش هيلاقوا الكرايو مكتوب. طب ولو فشلنا خالص في الحوار ده وعايزين نعمل له كيراتوبلاستي، ها مين يفكر نعمل له كيراتوبلاستي يا حسام؟ بينتريتنج ولا لاميلر؟ لاميلر، لان القرحه ايه؟ سوبرفيش. صعب الكلام ده؟ طب تمام. كل اللي فات يا هشام كان تحت عنوان ابيسيليال كيراتايتس، لكن السؤال دلوقتي هو الهربس بيعمل ابيسيليال بس ولا بيعمل حاجات تانية؟ حاجات تانية. ايه هما الحاجات التانية؟ عد يلا. ممكن السؤال يجي في الامتحان مش discuss dendritic ulcer، discuss herpetic keratitis. herpetic keratitis يعني keratitis اللي بتسبب الهربس سيمبلكس، لان الفيروس اسمه ايه؟ هربس سيمبلكس. تمام. تكرار بيعلم الشطار والاذكياء والعباقره اللي زيكم. هذا البتاع يا جماعه لما بيجي الكورنيا بيعمل في الكورنيا انفكشن او مانيفستيشن على ثلاث مستويات. المستوى الاول ايبيثيليال، الثاني ستروما، الثالث ايريدوسايكلايتس ايريسوسيليري بودي. الدكتوره من شويه بتسالني دكتوره اسماء صح؟ بتسالني بتقول لي ازاي هو ايبيثيليال ويعمل ساكاروما كيراتايتس؟ سؤال كويس. الحقيقه انهم لما دوروا ليه هو بيعمل ساكاروما كيراتايتس اكتشفوا في الاخر ان السبب ليس الاكتف فايرال ريبليكيشن، بمعنى ان الفيروس مش بيسيب مكانه ويخش هنا، لا 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 خالص. لو وجود الفيروس في الابيثيليوم ونزول فرافيت منه عشان انجم منه بيهيج جهاز المناعه. ثانيه واحده، يعني هو الفيروس هيسيب مكانه ولا هو محتفظ بمبدأه ان هو ابيثيليوتروبيك؟ هو ابيثيليوتروبيك خلاص، هو زي ما هو تمام. لكن الحقيقه ان وجوده بيهيج جهاز المناعه بيعمل هايبر سنسيتيفيتي. في نوع من الهايبر سنسيتيفيتي بتتجمع فيه الخلايا في المنطقه المتاثره. اسمه ايه هذا البتاع ده؟ اسمه سيل ميدييتد. رقم كام ده؟ 4. ثواني عشان خاطر انا ما عنديش فكره عن البطاطس. بص يا احمد، ساعات الواحد ياخد حقنه تي بي هنا كده فتكلكع وتعمل بقليظه كده، فنقول عليه سيل ميدييتد هايبر سنسيتيفيتي، ديلايد هايبر سنسيتيفيتي، اكوموليشن اوف كورونيك انفلاماتوري سيلز. أو نفس القصة بتحصل هنا. ليه هيجان من جهاز المناعة؟ بسبب وجود الفيروس. لكن هل الستروما دي أو الانترستيشيال دي سبب إن الفيروس شخصيا وصل الستروما وقعد يريبليكيت في الستروما؟ هو غير مهيئ إنه يعيش جوه الستروما، هو مهيئ إنه يعيش جوه مين؟ جوه الإبيثيليال سيلز. صعبة؟ عشان كده بالبنط العريض وبين قوسين كبار كاتب الكتاب وكاتب المذكره جنب ساكاروما الكيراتايتس جوزد باي سيل ميدييتد هايبر سنسيتيفيتي تو فايرال انتيجين. ولما بيحصل الكلام ده بياخد شكل من ثلاثه. كل حاجه هنا ماشيه ثلاثه، ده الدرس اللي كل حاجه فيه ماشيه ثلاثه. حتى بالاماره الابيثيليال كيراتايتس كانت كام حاجه؟ ثلاثه، بانكيتيت دندريتك واميبويد، او هنا الاسترومال ثلاثه. ديفيوز يعني الانفلاميشن واخد كل الاسترومال. لوكالايز البتاع ده واخد حته صغيره، ساعات يسموها لوكالايز او يسموها دي سي 4. دي سي 4 مش ديسكي 4، دي سي 4. والكتاب بتاع الوزاره مش كاتب ديفيوز، كاتب انترستيشن. اكتبي جنب انترستيشن لو انت بتوع الوزاره ديفيوز، ديفيوز انترستيشن يا ديفيوز. طب ثانيه، هو الانترستيشن ده معناه ان في ألسر؟ لا، ده في الاستروما في النص. يعني يا ديفيوز
يا لوكالايزد او ديسيبورت يا اما نيكروتايزنج. نيكروتايزنج ده الانفلاميشن اللي في وسط الكورنيا بيكسر في الاستروم. كانت الكيراتايتس زمان ثلاث مستويات، يا سوبرفيشال يا انترستيشال يا دي، وكان كل مستوى منهم بيرجع يتقسم الى يا سبيوريتي يا نان سبيوريتي. الانترستيشال اللي انا بتكلم عنها النوعين الاولانيين الديفيوز والديسيبور دول نان سبيوريتي، لكن الثالث اللي اسمه نيكروتايزنج، نيكروتايزنج بيعمل نيكروزس، يبقى سبيوريتي ولا نان سبيوريتي؟ سبيوريتي. عشان كده ايه اللي جنب الكروتايزنج كانت دايما مكتوبه كلمه سبيوريتي، ادور عليها كده الاقي كلمه سبيوريتي. سبيوريتي انترستيشال كده صعب الكلام ده عامل حاجه. طب نعالجه ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طالما السبب سيل مديد الاميونيتي يبقى العلاج كورتيزون. اوبا كورتيزون ازاي؟ وهنا ركز خالص، وهنا تتلخبط. لا ثواني، انا كده دلوقتي التسلسل غالبا كالاتي، ركزي معايا. غالبا انا جالي ألسر والميثيليوم وقع، وبعدين بدات اخد علاج فالميثيليوم بدا يخف، بعد ما خف الميثيليوم بشويه بدا يجي لي الانترستيشال كيراتايتس دي او الاسترومال كيراتايتس. على اساس ان عايز وقت على ما جهاز المناعه يتهبل والخلايا تيجي وتتجمع، فغالبا بيكون العيان خف من الألسر اللي فوق وبدا يكون له انترستيشال كيراتايتس. ينفع عندي كورتيزون؟ هيعمل ايه كورتيزون في جهاز المناعه؟ يقلل. ويعمل ايه في الألسر؟ يعمل لها ريكورنس. عشان كده لازم نعمل ايه؟ بخش الاول بانتي فايرال. ثواني، انتي فايرال عشان الاسترومال سببها فيروس؟ لا، انتي فايرال بروفيلاكتيك. بروفيلاكتيك انتي فايرال. اخش الاول بانتي فايرال ووراها الكورتيزون، وادي الكورتيزون 2 ويكس وادي الانتي فايرال لونجر بيريود. فاهم حاجه؟ يعني انا هدي كورتيزون تحت حمايه مين؟ تحت حمايه الانتي فايرال. خدت بالك قصدي ايه؟ خدت بالك قصدي؟ طب اوكي، احنا اتفقنا ان هي سببها سيل ميديت، متفق معايا في ايه غير مختلفين في التدبير؟ سيل ميديت العلاج الوحيد ايه؟ كورتيزون. خايف ان الكورتيزون يعمل ريكرنس، لان انت لو حضرتك اول حصه كورتيزون بيساعد على ان الهيرب سيمبلكس يحصل له ريكرنس، خدت بالك؟ فنعمل ايه؟ انا ادي حاجتين متضادتين، ادي كورتيزون في معيه وفي حمايه مين؟ الانتي فايرال. الدنيا بتمطر، الدنيا بتمطر، وانا عايز امشي تحت المطر. دماغي غبيه انا بقى، اعمل ايه؟ اجيب شمسيه. فانا بقى ماشي تحت المطر ومعايا الايه؟ الشمسيه. ايوه والله العظيم، يقول لي الكورتيزون لو كلام علمي يقول لي كده، بصي كورتيزون اندر امبريلا اوف انتي فايرال. كورتيزون تحت مظله من الانتي فايرال، الانتي فايرال هدفه يحمي ايه؟ يحمي الانسر. خدت بالك قصدي ايه؟ تمام. امبريلا دي هي اللي جامده قوي. كورتيزون اندر امبريلا من الانتي فايرال. قول له ولا اقول له؟ هيطلع سؤال في الاخر، هيطلع سؤال في الاخر هسالك الكورتيزون اخباره ايه؟ تقول لي كونترا انديكيتد. امتى اضطر دي؟ ادي حاله، ادي حاله خلاص. على حسب رد فعل الهايبر ستيف ريكشن، انا ما نعرفش الهايبر ستيف ريكشن ده ظروفه ايه. لا انا والله وما اعبد، شوفي والله وما اعبد، قلت ان سبيوريتك مش معناها صديد، سبيوريتك معناها ديستراكشن ونكروزس، قلت كده زمان. ثالث حاجه ممكن يعملها بتكتيك ده ايه يا ابن اللذين؟ ابن اللذين يا لذينه. ثالث حاجه يعملها ايه؟ ايريدو سايكولايت. يا ترى الايريدو سايكولايت لما بتحصل لها كام مواصفه؟ لها كام صفه؟ ثلاث. اولا بتاع الايريس كلانس تبقى سيفير لدرجه انها تعمل ايريس اتروفي، امور في الايريس باتشي ايريس اتروفي. اثنين جلوكوما. جلوكوما ليه؟ عشان الاكسيوديت. مفيش فيروس بيطلع اكسيوديت ولا صديد ولا الكلام الفاضي اللي انت قلته. الحقيقه بيقولوا انه بيبقى الانفكشن مصاحبه حاجه اسمها ترابيكيولايتس. هما بيقولوا بصي، بيقولوا ان الفيروس هيسيب الابيثيليوم بتاع الكورنيا ويخش جوه العين، مش هيلاقي الحطه ينام فيها، الاستروما مش هيعرف ينام فيها، يخش جوه العين وينام في الابيثيليوم بتاع الترابيكولار ميشورك، فاصبح جوه الترابيكولار ميشورك التهاب شديد ترابيكيولايتس.
لما حاجه تلتهب كده مش بيحصل لها شويه إديمة؟ لما يحصل ترابيكولايتس وشويه إديمة تعمل ايه الفتحات يحصل لها ايه؟ تديم. فهمت حاجه؟ يعني هو عنده سكندري جلوكوما، بص مكتوب بص مكتوب ده بص ترابيكولايتس ترابيكولايتس. تالت حاجه مش في الكتاب انه بيحصل معاه هايفيما. هايفيما يعني ايه يا فاتن؟ هايفيما لو مش من بتوع، لو انت من بتوع الكتاب اكتبي هايفيما واكتبي جنبها اتش جي اي ان اي سي. اي سي اللي هي الانتير تشامبر، اتش جي اي اللي هي الهيموريج، هيموريج ان انتير تشامبر. ان شاء الله الفصل الجاي لو كان لنا عمر اسمه الايريدوسايكولايتس، الفصل اسمه جدا. احيانا اثناء الايريدوسايكولايتس يحصل هايفيما. سؤال شايفه وشهير جدا شهير جدا، هناك خمسه اشياء بيحصل ايريدوسايكولايتس معاها هايفيما، من ضمن الخمسه دول الهربس دندريتك ألسر. فاهمين حاجه؟ احنا ما اخدناش الايريدوسايكولايتس لسه، بس انا بقول ليكي دلوقتي ان علاجها كورتيزون. خلاص في مشكله كده؟ مفيش مشكله، يبقى انا اديله كورتيزون ومع الكورتيزون اديله انتي فايرال بروفيلاكتيك انتي. صح الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. البرايمري انفكشن بيحصل في الاطفال بيعدي ان شاء الله بدون مشاكل. لما بيحصل في الاطفال بيعمل كام حاجه؟ ثلاث حاجات، كل حاجه ماشيه في الاخر. بيعمل في الاطفال بليفارو درماتو بليفارايتس كونجنكتيفايتس كيراتايتس وحاجات خفيفه. لما بيحصل ريكورنس في الكبار بيعمل اربع حاجات، حاجه نرميها في الزباله، بليفارو كونجنكتيفايتس زي الاطفال انسى. يفضل ثلاث حاجات يا عم سامح. بيعمل ايبيثيليال واسترومال وايريوسايكولايتس. ايبيثيليال تاخد كام شكل؟ ثلاثه، بانكتيت ودندريتك واميبويد. واسترومال تاخد كام شكل؟ ثلاثه، ديفيوز لوكالايزد او ديسي فور. والنوعين دول سابيوراتيف ولا لان؟ لان. وفي نوع سابيوراتيف وبيكسر وبيدمر اسمه ايه؟ نيكروتايز. ثم ايريوسايكولايتس ولها كام صفه؟ ثلاثه، انها معاها باتشي ايريس اتروفي، معاها سكندري جلوكوما نتيجه الترابيكولايتس، ومعاها هاي فيما. شد خط احنا خلصنا. سبيسيفيك كومبليكيشن اوف دندريتك ألسر. يا لهوي، جنب سبيسيفيك كومبليكيشن اكتبي بالعربي الفيروس بريء من دمها. اكتبي بس الله يخليك، الفيروس بريء من دمها. يعني ما كفاش العيان كل اللي جراله، بتحصل مشاكل بسبب الفيروس بس بطريقه غير مباشره. هقول لك انا ازاي. بصي، ادينا للعلاج دواء العيان، دواء من الادويه القديمه مش الاسايكلوفير، دواء من الادويه القديمه، فعمل له توكسيسيتي في الكورنيا. خلاص، يبقى اذا دلوقتي عنده حاجه اسمها توكسيك ايبيثيليوباثي. الايبيثيليوم وقع وكون ألسر بس مش بسبب الفيروس، بسبب مين؟ بسبب الدواء. تاني، انا جيت لك اهوت عندي دندريتك ألسر، بدات تعالجني، بدات اخف، بعد ما خفيت الايبيثيليوم وقع تاني. تعرف الايبيثيليوم دلوقتي وقع ليه؟ مش بسبب الفيروس، كان بسبب مين؟ الدواء. يبقى اذا ديت مشكله الفيروس سبب مباشر ولا سبب لفه طويله كده؟ لفه طويله، يبقى بريء من دمها برضه، ما هوش سبب مباشر. برضه من ضمن الحاجات الاندايركت ان الفيروس بيقلل الاحساس، صح؟ تمام. ايه رايك يا حماده بقى ان الابيثيليال سيلز دي عشان تعيش عايزه نيرف امبلسز؟ ايه رايك بقى ان الابيثيليال سيلز دي عشان تعيش عايزه نبضات عصبيه؟ يبقى لما انا اقلل النبضات العصبيه الابيثيليال سيلز دي هتعيش كويس ولا ممكن تقع؟ تقع. حد فاهم اقول ايه؟ دي سموها نيوروتروفيك ألسر او نيوروتروفيك كيراتايتس. مكتوبه تاني حاجه عندك، نيوروتروفيك كيراتايتس، هنقولها الحصه الجايه. كيراتايتس وألسر مش بسبب الفيروس شخصيا، ده بسبب نقص الاحساس اللي سببه الفيروس. اخر حاجه خالص، حاجه اسمها كيراتايتس ميتا هيربيتيكا. ركزي عشان تتخبطي فيها دي. يعني ايه كيراتايتس ميتا هيربيتيكا؟ اكتب فوق ميتا بعد. كيراتايتس ميتا هيربيتيكا يعني بعد. اسمع السيناريو ده، انا جيت لك عندي دندريتك ألسر، انا جيت لك عندي دندريتك ألسر، عالجتيني خفيت، بعد اسبوعين جيت لك بابيثيليال ديفكت. هي ابيثيليال ديفكت يعني ايه؟ يعني ألسر.
انا جيت لحضرتك اقول على الدكتوره دي، الدكتوره دي كويسه جدا، شخصين انا الهندريتك ألسر، عالجتيني خفيه، جيت لك بعد اسبوعين بسيليال ديفكت يعني ألسر، سبختني بالفلوريسين اتسبخت لان انا ألسر، سبختني بالروز بنجال ما اتسبختش. عدم وجود سبغه بالروز بنجال تساوي عدم وجود فيروس، مفيش فيروس. يبقى كيراتايتس ميتا هيربيتيكا دي كرونيك ابيسيليال ديفكت ستين ويز فلوريسين دو نوت ستين ويز روز بنجال. يا ريت تكتب على دو نوت ستين ويز روز بنجال لو فيروس. امال ايه اللي وقع لبسيليا يا حموكش؟ حاجه من اثنين، نظريه من اثنين او ميكانيزم من اثنين، يا اما فعلا الاحساس قليل والابيسيليوم بسبب نقص الاحساس وقع اللي هو الميكانيزم اللي اسمه ايه نيوروتروفيك، يا اما الاستروما اصبحت ديفايتلايز. ايه الكلام ده يا عم الحاج؟ دلوقتي كل شويه الاستروما هي والابيسيليوم اهو، كل شويه الابيسيليوم يقع ويكون، مش الحاله الكرم بعدين يقع ويكون بعدين يقع ويكون. هل الاستروما اصبح عندها قدره على الالتصاق؟ المواد الكيميائيه اللي بتخليها تلزق في الابيسيليوم موجوده، فالابيسيليوم يتكون بس لازق كويس في الاستروما، فمع اقل حاجه هيحصل له ايه؟ هيقع. فاهم حاجه؟ دي معنى كلمه ديفايتلايز استروما. اكتب تحت ديفايتلايز استروما او فيها لوس اوف ادهيزيفنس، ادهيزيفنس، ادهيزيف اي دي اتش ادهيزيفنس، ما عادتش قادره تلتزم. بتفكرني الحكايه دي بحاجه غبيه جدا، انت في سنه اولى قعدت تذاكر لقيت نفسك جايبه جاي، قلت مش مشكله قدر الله ما شاء فعل هتنزل مجهود السنه الثانيه، قعدت تذاكر سنه ثانيه جايبه جيد جدا جاي، قلت بقى ثالثه هي دي الفيصل بيننا وبين ذاكر جايبه جدا جدا في سنه ثالثه برضه جاي هتذاكر ثاني. الاستروما كل شويه تلزق في الابيسيليوم فيقع يا ابن اللذينه، المره الجايه على خير ان شاء الله، فتلزق ثاني فيقع يا ابن اللذينه، اصبح لم يعد هناك قدره على الالتصاق ما بين الاستروما والابيسيليا. جالي كده العيان، جيت لي كده وانت شخصتني ان انا كيراتايتس ميتا هيرميتيكا، انت بقى شاطر قوي اهو، تروحي مدياني بقى اسايكلوفير ينفع؟ مفيش فيروس. امال اديله ايه؟ فيتامين سي، فيتامين اي، حاجات تساعد الاعصاب، حاجات نيوروتونيك مقويات الاعصاب. انا محتاج انا انتي فايرال؟ الاجابه لا. ايه الاجابه؟ انا هوريكم صور على البروجيكتور، لو حد في اي ان دي وعايز يمشي يمشي، بس دلوقتي مفيش مشاكل بعد كده، انا هوريكم صور، لو حد عايز يمشي يمشي دلوقتي. الناس بتوع الان دي عشان بيبقوا عندهم راوند وهيقفلوا الباب والافلام الهنديه دي، يمشوا دلوقتي. براحتك يعني. ايوه حازم بيفرح. كل دول عندهم مين دي؟ الشعب المصري الكبير يا ابني. ماشي. طب الصور دي مهمة جدا. هتفرق معانا. موجودة في أخر المذكرة وبنبص عليها. هاتي اللي هاتي كتاب، هاتي كتابين، حد يجيب كتابين، حد يجيب أي حاجة، محبين، محبين، حد يجيب شيء، كل دول عندهم من الهيئة ده؟ فين فين الشباك؟ فلتغلق الشباك، فلتغلق الشباك، الشباك، دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم، احنا قلنا دلوقتي إن الإكسيليا الكراتايت بتاعته كام شكل؟ بيزيليا مش عايز غباء بقى انا هتبشر صفحتين بعيد فيهم بقى ساعه ونص. بيزيليا ده في كام شكل؟ بنقتين او اتريتك او امبوي. ده ايه ده؟ ويندوز از نوت لا يمكن تحليل صابيا. ايه ده يا عم؟ بصي الابيزيليا ده فلوريسين، بصي نقطه نقطة 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 تقرح بس عليه نقطة جنب نقطة جنب نقطة جنب نقطة، ده اللي اسمه ايه ده؟ البنقتين. امال ده ايه؟ الدنيا زرقاء وفي حاجة خضراء. زرقاء ليه؟ لأن صبغة الفلوريسين لما نحب نشوفها نشوفها أحسن باللون الايه؟ الأزرق. عندنا نور في الجهاز عندنا بتاعنا بتاع السليت لامب اللي بنفحص بيه العيانين أزرق، فنوجه عليها اللون الأزرق ده فتطلع شكل الشجرة كده. شوف شكلها عامل ازاي؟
قوامها ايه؟ رفيع ولا تخينه؟ شوف دلوقتي حصل لها للاسف مع الاكل الكتير والحاجات دي ضربت. هل دي كده بنفس البتاع كده؟ نسمي دي المفرشحه دي يا اميبويد يا جيوغرافيكا. ايه اللي حولها الى هذا المنظر؟ يلا يا استرويد يا الاميونيتي قلب. المنظر ده لما تبص عليه هتلاقي فيه لون احمر واخد الاطراف، شايفاه؟ ايه الاحمر قوي ده؟ الصبغه اللي اسمها رز بنجال اللي بتصبغ الايه؟ المرج. صعب الكلام؟ مش احنا قلنا برضه في الاول ان الناس دي بيجي لها فيزيكال فيصلات اهي؟ على فكره في ناس كتير جدا مننا، وانا واحد من الناس، لما بيجي له دور برد شديد بتجي لنا فيصلات شبه كده حوالين البق. بيسموها ايه؟ هيربس سيمبلكس. ايوه ايوه صح، ده هيربس سيمبلكس. دي هيربس سيمبلكس بقى، خدت بالك يا عمي؟ عمي على الضيف. طب تمام كويس جدا. عايز اوريكم ايه حاجات تانية بسيطه كده، بما ان انتوا ناس طيبه وقاعده معانا. هو انا نسيت اشرح حاجه ولا الحصه خلصت بسرعه ولا نسيت اشرح حاجه او ولا انتوا بتفهموا؟ عايز اوريكم حاجه كمان ظريفه جدا. ده اسمه ايه ده؟ دايبوبيول. لكن ده اللي خدناه النهارده اسمه ايه؟ حاجه لونها احمر في الانتيريو تشامبر. هايفيم هايفيم هايفيم. امال ده ايه ده؟ اتقل اتقل عشان خاطر نربط الحقيقه مع الخيال زي سينما الاطفال كده. يلا عم. ده ايه ده؟ ده ايرس بني وجميل اهو، جميل خالص اهو. بص دي ايه دي؟ فار كان هدي بني بني بني. بص الله الله الله، ايه ده؟ دي اللي اسمها ايرس باتشز. حد عارف مواصفات الايريدو سايكلايتس؟ الريتيك ايريدو سايكلايتس تلاقى معاها مالتيبل اتروفيك باتشز زي اللي شايفاه، معاها جلوكوما، معاها هايفيما. شفنا الهايفيما وشفنا الاتروفيك باتشز. افتح النور بس تعالى كده بقى خالص. بالراحه بالراحه بس بالراحه ان شاء الله. بس في شويه حاجات كده ظريفه. احنا ان شاء الله موعدنا ايه؟ الحد 12 وربع في ايد 2 7 ونص، 3 12 وربع في ايد 4 12 وربع، 4 2 في ايد 5 12 وربع. مفيش مشكله خالص اهو. دي متقدمه، في مجموعه متاخره. اعرفوا اسماء، اعرفوا كلمه متقدمه.